هناك مؤامرة شيطانية جهنمية دولية محلية، كيف تسميها؟ مؤامرة على هذه الأسرة منذ قديم الزمان. من يقودها؟ الشيطان. وكل شياطين الإنس تتبع لمخططه. على هذا الخط الشيطاني الإبليسي الجهنمي يعمل دهاقنة الكفر وأباطرة الإلحاد، تعمل القوى العالمية. أما سمعتم بمؤتمرات الأسرة والمؤتمرات السكانية ومؤتمرات رعاية الأبناء وعنف ضد الصغار وما كل هذه، تدرون ما المقصود منها وماذا وراءها؟ ما عليك إلا أن تدخل على الإنترنت إذا لم تجد في الأسواق، وادخل على المؤتمر السكاني الذي انعقد في القاهرة أو مؤتمر تنظيم الأسرة في بكين، وشوف المقررات الموجودة ماذا يريدون من بلادنا. الحرية بإطلاقها، لا يسأل زوج زوجته وين رايح ولا وين جاي، لا يسأل أب ابنه وين رايح ولا جاي. الحرية الكاملة شخصية وجنسية، وهم يسمونها الحرية الخاصة أو الحرية الشخصية.